السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شاليه في موقع مميز بجوار فندق دار الدفاع الجوي والخدمات العامة، بجراج خاص وحديقة خاصة بيه، بسعر لقطة داخل القرية. شفنا بعض الواجهة، وعندي هنا موجود الحديقة الخاصة بالشاليه، وصعدنا على طول هنا موجودة عندي شواية من الطوب الفرعوني، ما شاء الله دي كلها ملكية خاصة بالشاليه. وعلى يمين هنا موجودة عندي دي الفرندا، كبيرة ممتازة ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. قصادنا هنا موجودة عندي ريسبشن كبير ما شاء الله، ومربع متشطب كويس جدا، تشطيب جبسون بورد، وديكورات عندي بروفاير وسي ان سي. قصادنا هنا موجودة عندي مطبخ امريكاني، المطبخ عندنا هنا من الداخل. وطرق التوزيع بتدخلني على غرف النوم والحمام. على يمنى هنا موجود عندي أول غرفة نوم، جنب منها مباشرة موجود عندنا هنا الغرفة التانية، تشطيب عندي هادي جدا، وجنبها على طول موجود عندي هنا الحمام. روت الريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية، وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل. ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه مميز جدا في موقع مميز بجراج خاص على بعد خطوات من البحر، وفندق دار الدفاع الجوي والخدمات العامة يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. مسجل في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان والتعمير، وكامل العدادات كهرباء مميزة منحفي من السينما آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 130 متر، السعر 490,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض. السعر بالدولار 9,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.